ليك بزاف دكتور هيكل حيت قبلتي انك تدوز معنا وتقاسم معنا في مجموعه من النصائح. مرحبا لالا، هذا واجب. السؤال ديالي الاول هو شنو الدور ديال التغذيه في هذه الازمه هذه ديال كورونا؟ الو، اولا التغذيه، الانسان خصو يفهم بان هذا المرض ماشي غير مرض تعفني بسيط، هو مرض تعفني ولكن عنده واحد اضطرابات اخرى اللي حنا تنسموها بالفرنسيه اون مالادي دو سيستيم، ماشي غير مرض تعفني، فهو تيقيس الشرايين وعنده بعد فيزيوباثولوجي اخر، اللي تيبين بان بزاف ديال الميكانيزمات اللي كاينين في هذا المرض، واللي تتقيس المناعه ديالنا طبعا، ولكن تتقيس الجهاز التنفسي، تتقيس القلب والشرايين، وبزاف ديال حتى الجهاز كيف قلت التنفسي واعراض اخرى. فالاكل طبعا خصو او التغذيه خصها تكون سليمه، وحتى هي تكون غنقول متوازنه، لان حنا تبين في هذا المرض بان الميكروبيوت استاذ الجراثيم اللي كاين في الجهاز الهضمي ديالنا تيلعب واحد الدور اساسي. راه شفنا بان كاين واحد لاباكتيري بريفوتيلا اللي تتعب واحد الدور اساسي، واللي تساهم مع الفيروس الاضطرابات اللي عندنا. فالانسان ملي تيكون عنده واحد التوازن في التغذيه ديالو تساعد. كيفاش تتساعد؟ تتساعد اولا ملي التغذيه تتقوي المناعه ديالنا، وحنا تنسموها دونك لو رانفورسمون ايمونيتير. شنو هو؟ باش نقويو المناعه ديالنا، اللي خصنا ناكلو اكثر واكثر من الخضار والفواكه، اللي هما اللي عندهم المعدنيات والفيتامينات، وبالاخص الفيتامينات سي و او و ا و ك، اللي هما اساسيين وتيجعلوا بان المناعه ديالنا تتقوى اكثر واكثر. ولكن خص الانسان يفهم ماشي التغذيه هي اللي غادي تحارب الفيروس، التغذيه تتساعد المناعه ديالنا نحاربوا جميع الجراثيم. دونك اذا ماشي ضد الكورونا او ضد الفيروس كوفيد 19. وثانيا اللي اساسي واللي لاحظنا في هذا المرض ديال كوفيد 19، بان ليدغاتاسيون او شرب الماء هو اساسي. حنا تنطلبوا للمرضى باش يشربوا تقريبا 2 حتى 3 لتر ديال الماء في النهار، لان هذا تيساعد اولا المناعه ديالنا، تتساعد باش عاوتاني سو كون ابل لا فلويديفيكاسيون دونك دو نوتر سون، باش يمكننا عاوتاني الدم ديالنا يلعب واحد الدور ديالو، حيت حتى هو تيكون مقيوس بهذا المرض، وباش يمكننا عاوتاني دونك دو فير اون بون ايفاكواسيون ديال الفيروس. المشكل ديال رمضان اللي تيكون عندنا في اطار التقاليد ديالنا هما تنكثروا من الدهنيات والسكريات، والدهنيات والسكريات تيلعبوا واحد الدور في لي فينومين انفلاماتوار، وهذا المرض تيعطي دي فينومين انفلاماتوار. اذا خصنا لابد نقلصوا من الدهنيات ومن السكريات، ونزيدوا اكثر من الخضار ومن الفواكه ومن الماء. هذا هو الاساسي، وهذا هو لو برينسيبال ميساج اميمه، لان السكريات سريعه، وحنا ترى عرفتي انا بزاف راه الشباكيه والتمر وريوان، هادشي كله راه في السكريات سريعه، وهاد السكريات سريعه طبعا تتساعد وتتساهم في لي فينومين انفلاماتوار اللي تيكونوا في الجسم ديالنا مع هاد الكوفيد 19. فخصنا ولا بدا نقلصوا منهم وما نستعملوهم غير مره او في واحد الكميه اللي تكون قليله. بحال دابا الانسان تيمكن له يقسم الصوم ديالو بواحد التمره واحده او جوج، ولكن ماشي 6 أو 7 التمرات. تيمكن له مره ياخذ شباكيه او بريوه، ولكن ماشي بجوج او 3 في كل نهار. هذه بالنسبه للسكريات السريعه. بالنسبه للدهنيات حتى هما تيلعبوا واحد الدور سلبي. ثاني الانسان ياكل بكثره في رمضان، وحنا لاحظناها، او يكثر بزاف من الدهنيات، حيت حنا تنشوفوا بان بحال دابا ملي تاكل مسمنات اللي تنبغيو
او الرغيفات اللي تنبغيو كنا كمغاربه ملي تيكونوا فيهم بزاف ديال الزيت او بزاف الزبده وهادو هادو الدهنيات وواحد الدهنيات اللي يمكن لهم بكثره تكون عندهم واحد تاثير سلبي على دونك الخلاصه هما الخضر والفواكه ونقلصوا من الدهنيات والسكريات السريعه.